السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي عالم ايمي. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جيتكم اليوم بواحد الوصفه سحريه لتعطير المنزل وخاصه الحمام. ان شاء الله تنال اعجابكم. كما راكم تشوفوا عندنا هنا كميه من القطن، شكلتها هكا ديبول ولا دوائر صغيره كما حبيتوا. ونحتاج زيت عطري للنوع اللي تحبوه. انا هنا خيرت زيت الورد، تقدروا ديروا الخزامه، الياسمين كما حبيتوا. وانا هنا حبيت ان كونسونطري شويه، درت الورد، عندي ورد ناشف في التتو زوج الوان، وعندي هنا العطر هذا ثاني خاص بالورد، تقدروا تستغناو على هذا الزوج، بصح الزيت العطري ضروري جدا. ونحتاج هنا هذه الاكياس الخاصه بالحلوى. يلا نبداو كيف كيف. تبارك البنات، واش نديرو؟ هذا الزيت العطري نحطو قليل من الزيت العطري فوق هذا القطن. بهذه الطريقة كيما نعرفو هذا الزيوت راه يعني شوية مركزة. بصح راه حبيت نزيد لها هذا الورد وهذا البارفان باش تطول لي برك سما، تقعدي اكبر مده ممكنه. ما تقدروش تصوروا الريحه تاعها كيفاه. نحط هذه الكميه فقط تكفيني. بغيت نحط شويه هكا كيما قلت لكم، اي ماهيش ضروريه، راكم تقدروا تستغناو عليها. نحطو قليل من الورد بهذا الشكل، ولا تقدروا تحطوا القطن هنايا، تحطوا القطن ومن بعد ديروا فوقه الورد باش ما يتناثرفكمش، باش يبقى لك الورد غير من فوق. بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هكذا. ودركا نقفلو الكيس نتاعنا هذا. بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ونحطوها في الحمام كما تقدري تطري بها الخزانة تاعك. صدقوني رائحتها جميلة جدا، ما تندميش عليها، جربوها ان شاء الله واعطيو لي ارائكم. كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم البنات، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الفكرة وتعتمدوها. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي وفي افكار اخرى. الى اللقاء.